افتتح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية برعايته مركز شباب المحرق النموذجي والذي نفذته وزارة شؤون الشباب والرياضة بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمحافظين وعدد من المدعوين. أزاح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الستارة عن اللوحة التذكارية إذانا بالافتتاح الرسمي لمركز شباب المحرق النموذجي الذي يشتمل على مبنى إداري متكامل مع كافة الخدمات وملعب لكرة القدم وصالة ثقافية وقاعة لكبار الشخصيات ومسبح شبه أولمبي ومقهى دراسي ومكتبة إلكترونية تعتبر الأولى من نوعها في المملكة، كما ويحتوي على مبنى خاص بالشباب ويتضمن قاعة استقبال ونادي صحي وغرفة ألعاب ذهنية وإلكترونية وصالة بلياردو وكرة طاولة ومختبر للحاسب الآلي ومبنى آخر للفتيات يشتمل على مجلس للفتيات وقاعة استقبال ونادي صحي ومختبر للحاسب الآلي وقاعة للمحاضرات وورش التدريب ومقهى خاص للفتيات بتكلفة وصلت إلى 1,978,000 دينار. وخلال حفل الافتتاح أكد سموه بأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة وضع مسألة الارتقاء بالمراكز الشبابية ضمن أولوياته، وذلك بما يتوافق مع توجيهات جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الذي يرى دوما أهمية تعاظم الجهود وتكاملها في سبيل أن يأخذ الشباب البحريني موقعه الحقيقي في عملية التنمية التي تشهدها المملكة متسلحا بالعلم والمعرفة والخبرات، مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة شؤون الشباب والرياضة والتي أسفرت عن تشييد هذا المركز الشبابي الكبير الذي يعد واحدا من خططها وبرامجها الرامية إلى تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية القادرة على احتضان الشباب وتوجيه مهاراتهم والعمل على بناء هيكلة حديثة للمراكز الشبابية لتكون حاضنات فكر وإشعاع ثقافي وحضاري ورياضي. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين تعتبر من الدول السباقة دوما في توفير الرعاية لشبابها من الجنسين، فهي لا تدخر جهدا في توفير الدعم اللازم لهم لإطلاق طاقاتهم وتمكينهم لاستكشاف فرص جديدة وأعداد أجيال جديدة مؤهلة لديها القدرة على الابتكار والإبداع والريادة لتحقيق طموحات المملكة بمزيد من الرقي والتقدم ووفق منهجية واضحة المعالم، وهو الأمر الذي يتضح من خلال إنشاء مركز شباب المحرق باعتباره أول مركز شبابي نموذجي يضم العديد من المرافق الحديثة والمتميزة والتي ستكون مصدر جذب بالنسبة إلى الشباب والفتيات. وأشار سموه إلى أن ما يميز المركز وجود مركز خاص للفتيات بكافة مرافقه وخدماته، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة شؤون الشباب والرياضة على وضع الفتاة ضمن أولوياتها واهتماماتها، معتبرا أن هذا المركز سيساهم في تعظيم دور الفتاة البحرينية ومنحها دورا كبيرا لتنمية قدراتها وإكسابها خبرات ومهارات واسعة. وأشاد سموه بدور المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإنجاز هذا المشروع الشبابي الكبير بصورة متقنة في فترة زمنية قياسية، مشيرا سموه إلى أن هذا المركز سيكون علامة شبابية بارزة وشاهدا على دور المجلس الأعلى للشباب والرياضة وجهود وزارة شؤون الشباب والرياضة في رعاية الشباب واحتضانهم. وبهذه المناسبة تسلم سموه هدية تذكارية من قبل سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة. توجيهات سيدي صاحب الجلالة طبعا ان احنا نقيم بمراكز نموذجية شبابية في مملكة البحرين في كل انحاء مملكة البحرين، فاحنا بدأنا بمحافظة المحرق وبنينا هذا المركز النموذجي بالضبط قبل سنة، حطينا حجر الأساس وهذا كان يعني ساحة مفتوحة، والآن الحمد لله مركز نموذجي من خيرة المراكز اللي شاهدناها مو بس على البحرين في البحرين ولكن على مستوى عالمي صراحة. يعني اللي يهم اليوم ما هو بالمبنى وجمال المبنى والأمور اللي فيه ولا كل محتوى، الأهم إدارة هذا المكان وشباب هذا المكان أنهم يطورون من أنفسهم ويبادرون بأنفسهم ويحطون لهم هوايات ويجتمعون مع بعضهم البعض، وإن شاء الله ندعم على جميع المملكة. يعد المركز الشبابي النموذجي الأول
بمحافظة المحرق من أكبر المراكز الشبابية في البحرين بتكلفة بلغت 1,978,000 دينار بحريني، ويضم العديد من المرافق العامة والخاصة التي تخدم الجنسين وتساعدهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة. احنا طبعا اليوم نحتفل بافتتاح وتشييد هذا المشروع الرائد حقيقة في مملكة البحرين، هذا المركز الشبابي النموذجي اللي وجه بسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه بتشييد هذا المركز ومراكز أخرى مماثلة له في جميع محافظات مملكة البحرين، طبعا يدل على مدى الاهتمام والرعاية اللي يلقاها شبابنا البحريني من لدن صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه، وخاصة مثل هذه المراكز بتكون مراكز متنوعة تجمع الشباب والفتيات، تقدم لهم مختلف البرامج فيها مختلف المرافق حقيقة اللي بتقدم برامج سواء كانت على المجال القيادي أو البرامج العلمية والثقافية والاجتماعية وأيضا الرياضية اللي بيكون أيضا لها نصيب كبير من مختلف البرامج الرياضية، واللي نتمنى حقا تعود بالنفع والفائدة على شبابنا، وأن يكون هذا الصرح هي انطلاقة لمراكز أخرى إن شاء الله في مختلف محافظات المملكة إن شاء الله. بالنسبة حق المركز المحرق قسم حق قسمين، قسم حق الفتيات قسم حق الأولاد. طبعا التفرع هاي الأقسام فيها النادي الصحي بالنسبة حق الفتيات، وبالنسبة حق الأولاد هم في نادي صحي، عندنا مسبح أولمبي، عندنا مكتبة إلكترونية على مستوى عالي، طبعا فيه تغنية الألواح الذكية في موجودة بالغرفة، حق في غرفة مخصصة حق الدراسة حق الشباب والشابات، عندنا الصالة الثقافية اللي تضم فيها المسرح طبعا اللي هي حق الأدب والفن والثقافة، اللي إن شاء الله احنا دائما ندعي الشباب اللي هم في أهل الفن لهم المكان، بالإضافة عندنا الملاعب الخارجية حق كرة القدم، عندنا إن شاء الله أكاديميات كرة قدم نحاول نعمل فيها، عندنا برامج متنوعة. وقد تم إنشاء هذا المركز في وقت قياسي، حيث تم وضع حجر الأساس في 20 يناير من العام الماضي، وها هو يغدو صرحا شامخا بعد مضي عام كامل، ليكون الوجهة الأبرز للشباب البحريني ومتنفسا يساعدهم على صقل مهاراتهم، بالإضافة إلى تنمية النواحي الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية. اليوم بافتتاح مركز شبابي نموذجي في محافظة المحرق، وهالمركز إن شاء الله راح يحتوي الشباب والبنات ويشغل أوقات فراغهم من في ناحية رياضية، ناحية علمية، ناحية ثقافية وحتى ترفيهية. وجود نادي متخصص للفتيات بجميع الخدمات يساعدنا إن إحنا نحافظ على لياقتنا، طبعاً وجود المكتبة وكل هذه في مكان واحد يساعدنا على اللياقة والترفيه والتعليم في مكان واحد. تأتي إقامة هذه المنشآت الشبابية التي تخدم الشباب البحريني ضمن برنامج عمل للحكومة للإيمان المطلق بأن شباب اليوم بحاجة إلى الدعم والترفيه والفائدة وتوجيه طاقاتهم في الاتجاه السليم حتى لا يقعوا فريسة للغواية والتغرير. اليوم يعني نعتبر نفسنا فخورين بهالإنجاز وهالصرح الرياضي الكبير اللي يعتبر يعني باكورة الأعمال للشباب والرياضة في المجال دي التخصصي، يعني اللي هو التركيز على الشباب. شفنا شيء الحقيقة يثلج الصدر، شيء ممتاز من كافة النواحي، مما يدل أنه إن شاء الله القادم أحلى. يذكر أن المشروع يتكون من ملاعب رياضية ومقاه وفصول دراسية، بالإضافة إلى مركز للفتيات ومركز للفتيان ومسبح يمكن استخدامه من قبل الفتيان أو الفتيات، وغرف تغيير اللاعبين، ومبنى الصالة الثقافية، ومكاتب إدارية، ومكتبة. شباب البحرين على موعد مع مركز نموذجي متكامل تم الانتهاء منه في فترة قياسية يقدم خدماته للشباب والفتيات، فبرامجه المتنوعة العامة منها والخاصة تثري أوقاتهم في ممارسة أنشطة مفيدة تجمع بين الرياضة، التعليم والترفيه. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.